قناتكم يوتيوب رجعنا لكم بفيديو جديد وفيديو هو فيديو النهارده هنتكلم عن حاجه حصلت لي انا شخصيا. ايه الحاجة يا بلال اللي حصلت لك؟ وانا قاعد انا واخويا بنلعب ببجي بالليل، كانت على الساعة 9:30 كده او 10، فقاعدين بنلعب زينا في خريطة فيكندي اللي هي التلج، وقاعدين بقى بنلعب ومندمجين. فجأة جالي اتصال. اتصال ايه يا بلال؟ الناس بقى تقول لي اتصال ايه يا بلال؟ يا اخويا قال انا عامة ما بحبش ارد على ارقام غريبة ساعات كتير، بس اخويا بيقول لي ردي انا عشان مشهور. اللي انا رديت على المكالمة دي ابص لقيت صاحب طرجوش اللي طلع معاه في مقلب الاشتغالات، اللي هو بيعرف يقلد الاصوات، جاي يعمل اشتغاله في اخويا وهو بيلعب ببجي، فبيعمل اشتغاله فيا وانا بلعب ببجي. فهو انا ببص انا عرفت صوته، بس ما رضيتش اقول له اللي انا عارفك، يعني سبته يكمل للاخر عشان انا حسيت اللي هو في كاميرا قدامه بيصور، فقلت ماشي نسيبه. قعد يقول لي يا كذا كذا انت اسمك ايه وانت بلال صح ماشي. طب بقول لك ايه، هسيب لكم الفيديو في الديسكربشن، يعني الفيديو كده كده هيبقى في الديسكربشن، في اخر دقيقه هيبقى في اخر دقيقه تمام، حتى في الكومنتات هتلاقوا لا يغني وتصيد تلاقوا كله كاتب يا بلال يا بلال، يعني متصيد الحمد لله يا جماعه. اللي انا كاتب عندي على الواتس كاتب بعمل فيديوهات على اليوتيوب وبغني كمان، فهو عارف ان انا بغني، قال لي انت بتعمل فيديوهات ايه على اليوتيوب، ايه المحتوى؟ قلت له كوميدي وفلوجز ويعني كل حاجه انت تحبها انا بعملها. بعديها راح ضحك وقال لي طب ماشي، طب قول لي يعني طب غني لي. قلت له يا عم غني انا بلعب ببجي. قال لي لا غني كده يعني وانت بتاخد الدروب بصراحه يعني. يعني هو انا عايز لكم الفيديو دلوقتي يا جدعان، هنرياكت عليه. ممكن يعني كده احنا ممكن دلوقتي نرياكت على الفيديو. مصطفى جريندو طبعا دلوقتي الفيديو اهو. الفيديو يا جماعه ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا يوسف؟ الصحه وعلي ده صوت جامد جدا الصراحه. اه تعال اديك جامد اقول لك انت فين. لا تعال على نفسك يعني انت لسه صغير. هو عارف ان انا مغني مثبت ان انا لازم اغني. ممكن مثلا اقول لك ايه، انا بلعب ببجي انت جاي في وقت خمسه حته صغيره كده، انت بتلعب ببجي انت بتلم دروب سلام. ابدع. انا شكرا. هنسيب لكم قناته يا جدعان تحت في الديسكربشن، خشوا اشتركوا فيه. تغير يا معلم انا دمك دمك بس عامل لك ابن الحمد. ايوه صوتك حلو يا ابن بجد. الله عليك يا بلال. ما بال كده عايز بالك انا عارف من الاول بس قبل في الاخر. الفيديو ده هيكون تحت في الديسكربشن، وقناه مصطفى هتكون برضه تحت في الديسكربشن، فاتمناكم كلكم تدعموه وتدخلوا وتعملوا سبسكرايب، محدش طنش يا جماعه. تقولوا من طرف ام فيديو، وتقولوا كلكم من طرف ام فيديو. هو راجل مجتهد صراحه، بيتعب في الشغل يعني بيتعب في تقليد الاصوات، وانا شايف اللي هو يستاهل اكتر من حاجات حلوه جدا. 5000 سبسكرايب صراحه، فيا ريت يا جماعه كل الناس اللي عندي تدعمه وتدخل بكومنت تقول له من طرف ام فيديو، وعشان يستمر وما يوقفش ابدا. فبس كده ده كان فيديو النهارده خفيف كده، اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، وشكرا ليك يا مصطفى انك عرضت طبعا الفيديو. كان نفسي الفيديو ده ينزل بدري شويه لكن للاسف كان عشان الامتحانات والحوارات، عشان الامتحانات. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل كان معكم. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يظهر لك الفيديوهات الجديده، وشير للفيديو. شير طبعا، مفيش حد بيعمل بس عادي، انا بحبكم كلكم، واستنونا في الفيديوهات الجايه. وكان معكم ايه بي فيديو. سلام.